هجار، ما المعلومات التي متوفرة لديك فيما يتعلق بهذا القصف؟ نعم بالفعل يوسف، وصل عدد الاستهدافات أكثر من 7 استهدافات، الأولى كانت منطقة الحيدرية والشبلي وأيضا مزار عين علي التابع لكتاب الإمام علي، وبحسب المعلومات كان هناك 3 قتلى من كتاب الإمام علي، وهي تتبع بشكل مباشر لحرس الثوري الإيراني. هذه الاستهدافات في منطقة الميادين تم استهدافها من قبل طائرات تابعة يرجح بأنها تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا بحسب المعلومات كان هناك أيضا استهداف لمنطقة البوكمال وبالتحديد الحزام ومنطقة الصناعة والتي يتمركز فيها الميليشيا الزينبيون والفاطميون، وتم قتل نحو 3 عناصر من هذه الميليشيات جراء هذا الاستهداف. كما أسلف الأستاذ رامي عبد الرحمن، نحن نتحدث عن أكثر من 2500 عنصر من الأجانب الأفغان والباكستان وأيضا عراقيين وإيرانيين يتواجدون في منطقة دير الزور، يعملون كمستشارين وضباط ويعمل تحت أمرتهم أكثر من نحو 20,000 من عناصر تابعة لقوات الدفاع الوطني تعمل تحت أمرتهم. وأيضا بحسب المعطيات والتقديرات فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستهدف بشكل مباشر هذه الميليشيات. نحن نتحدث عن 4 فصائل ميليشيا الزينبيون ويتبعون بشكل مباشر لباكستان، والفاطميون يتبعون لأفغانستان، وأيضا فصائل أبو الفضل العباس وهم من المكون العراقي ويتبعون بشكل مباشر لحرس الثوري الإيراني، وأيضا حركة النجباء وهم من الضباط الإيرانيين وأيضا من مستشارين إيرانيين، ويتحكمون بمعبر القام ويقومون بإدخال شحنات أسلحة إلى منطقة الميادين والبوكمال، وهناك أيضا ترقب من قبل المراقبين بأن يكون هناك استهداف لحركة النجباء بالتحديد، لأن هذه الحركة أعلنت قبل نحو 2 ساعة من الآن بأنها سوف تستمر في استهداف القواعد الأمريكية. وليلة البارحة كان هناك استهداف بـ3 مسيرات انتحارية، قاعدتي حقل العمر والكونيكو، من هذه من قبل الميليشيات الإيرانية، رغم اعلان حرس الثوري الايراني بايقاف الهجمات على القواعد الامريكيه، الا ان الاستهدافات لا تزال مستمره. بالنسبه للتعزيزات العسكريه الامريكيه، قبل نحو نصف ساعه هبطت طائرتان شحن في قريه خراب الجير وهي من اهم القواعد الامريكيه، هبطت في هذه القاعده، وايضا كان هناك دخول لتعزيزات عسكريه ضخمه منذ نحو 6 أيام إلى مناطق شمال شرقي سوريا. نحن نتحدث عن أكثر من 100 شاحنة دخلت إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد على الحدود العراقية السورية، وصلت أغلبها إلى حقلي العمر والكونيكو. طيب. وكان هناك انتشار مكثف للقوات الأمريكية، وأيضا هناك زيادة في عدد المدفعية وعربات الهامر، وكان هناك تحرك غير مسبوق للولايات المتحدة الأمريكية بانتقال بعض عناصرها والمدفعية وعرباتها الهامر. طيب. إلى بلدة ذيبان المحاذية لمنطقة البوكمال. اسمح لي أجار. قد نشهد في الساعات القادمة. نعم يوسف. سنتابع طبعا معك خلال الساعات بل حتى الدقائق، أعدك أن يكون معك خلال الدقائق القادمة.